طيب تعالوا بقى نبتدي مع حضراتكم سلسله اخبارنا، وكالعاده بنبتدي معاكم دايما باخبار النادي الاهلي اللي طبعا لعيبتهم دايما الحقيقه مفرحينا. اخبارنا هنبتديها النهارده بخبر عن اللاعب محمد البيلي، لاعب فريق تنس الطاوله رجال بالنادي الاهلي، اللي تمكن من تحقيق الميداليه الذهبيه في بطوله الجمهوريه، ونجح محمد البيلي في تحقيق الفوز على زميله في النادي الاهلي خالد عصر بنتيجه 3-0. طبعا الكلام ده تم ضمن بطوله الجمهوريه فردي رجال لتنس الطاوله للكبار، فيما حقق شادي مجدي المركز الثالث بعد الفوز اللي حققه على احمد نديم لاعب ام بي بنتيجه 3-2. طيب ده فوز جميل، وكالعاده دايما اخبارنا لا تخلو من انتصارات، لا تخلو من ميداليات. احنا معانا على التليفون محمد البيلي لاعب فريق تنس الطاوله رجال بالنادي الاهلي. محمد صباح الخير عليك، كل سنه وانت طيب ومليون مبروك. صباح النور. مبروك عليك. معلش هو الصوت بعيد سنه، فلو حضرتك ينفع تعلي صوتك. اعلي صوتي كمان بس انا مش عايز الناس تنزعك. طب انت كده سامعني كويس؟ اه انا سامع حضرتك. اولا مبروك الفوز الجميل، ثانيا حد بيضرب عليك الجرس تقريبا، ثالثا عايزين نتكلم معاك بقى على يعني ملابسات الانتصارات المتتاليه لتنس الطاوله في النادي الاهلي بشكل عام. والله الحمد لله تعب الجهاز الفني كله، بيتعبوا معانا من اول كابتن اشرف عبد الفتاح، كابتن اشرف صبحي، كابتن عمرو رضا، كابتن احمد حامد المدير الاداري، ده تعبهم كله، المجهود ده كله بعد تعبهم بعد ربنا. الحمد لله احنا بنتمرن كل يوم فترتين، يعني اعتقد النادي الاهلي الوحيد اللي بيتمرن صبح وبعد الظهر كل يوم من 4 لـ5 ساعات، فالحمد لله يعني ده بيبقى تعب يعني كبير جدا من الجهاز الفني يعني. اكيد. طيب انتوا ان شاء الله الفتره اللي جايه بتستعدوا لايه؟ يعني ايه البطوله القادمه، البطوله المهمه اللي انتوا هتجهزوا نفسكم الفتره الجايه ان شاء الله يعني عشانها استعدادا ليها؟ والله احنا عندنا السنوات الجايه ان شاء الله الدوري العام الممتاز، عندنا احنا خلصنا الحمد لله الدور الاول ماتشات الذهاب، بنستعد في نص واحد ان شاء الله الدور الثاني مباراه العوده، عشان بعد كده بيبقى عندنا دورتين مجمعتين ان شاء الله، وان شاء الله نقدر برضو نحقق الدوري رقم 12 على التوالي. احنا بقى لنا 11 سنه بناخد الدوري ما شاء الله، فان شاء الله نقدر نحقق الموسم ال 12 على التوالي. ده بالنسبه للنادي الاهلي، وبالنسبه للمنتخب مصر يعني عندنا ان شاء الله الاستعدادات لاولمبياد طوكيو ان شاء الله. وانت عارف كمان يا كريم صباح الخير عليك طبعا في الاول يا محمد، ومبروك الف مبروك علينا كلنا. وانا حسب معلوماتي كمان كان عندك كورونا تقريبا شهر 11 اللي فات بالظبط كده، وقعد اسبوعين في البيت. اه فرغم ده انت برضو حافظت على المستوى بتاعك، وقدرت ان انت يعني تعوض فتره القعود في البيت، فيعني بجد برافو عليك. بس عايزين برضو نعرف منك انا وكريم ازاي قدرت تتغلب على الفتره اللي مش هقول الكسل بس المرض، وبعد كده العوده بهذا التالق مره ثانيه. والله الحمد لله زي ما انت قلت، طبعا الفتره دي كانت صعبه عليا جدا وصعبه على اي حد، بس احنا يعني كنت بحاول قد ما اقدر ان انا اعمل تمارين في البيت، احافظ على لياقتي، احافظ على نفسي، احافظ على الاكل. كنت بحاول انسق الموضوع ده مع الدكتور ومع والدتي، ان انا احاول يعني اكل اكل صحي، احاول اعمل تمارين في البيت عشان لما انزل الملعب ابقى محافظ على نفسي ومحافظ على صحتي ونفسي والكلام ده، عشان يعني الفتره ما تبقاش كبيره قوي عليا واقدر ارجع لمستوايا والتمارين ومبارياتي وكده. فالحمد لله بعد تعب قدرت ان انا اخد البطوله دي، والبطوله دي بالنسبه لي ممكن يعني انا اخدت قبل كده 6 بطولات جمهوريه، يعني ممكن تكون دي 7، بس البطوله دي غاليه عليا جدا بسبب الظروف الاستثنائيه اللي احنا بنمر بيها واللي انا مريت بيها الفتره اللي فاتت. اكيد. على كل الاحوال احنا بنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، ومنتظرين منك المزيد من النجاحات والميداليات. الحمد لله على سلامتك، كل سنه وانت طيب، وسعداء جدا لوجودك معانا.